أوصى اللقاء التشاوري الذي اختتم أعماله بضرورة تمثيل الدولة وبشكل فاعل، على اعتبار أن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين هي الجهة الرسمية المخولة بالتعاطي مع كل معطيات الميدان. وشدد اللقاء على ضرورة الالتزام بالتعهدات مع استكمال البناء المؤسسي للوحدة التنفيذية. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل لبيب محمد علي. اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات اللقاء التشاوري لمسؤولية الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظات. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الوحدة بعدن، أكد رئيس الوحدة التنفيذية نجيب السعدي على ضرورة العمل المنظم والذي يمكن معه ضمان نجاح كل المهام التي تناط بالوحدة التنفيذية وكل وحداتها العاملة في الميدان في باقي المحافظات. الهدف من اللقاء التشاوري هو تقييم عمل الوحدة التنفيذية في النصف الأول منها العام الجاري، ووضع خطط للنصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تقييم عمل الوحدة بشكل عام واستكمال البناء المؤسسي للوحدة التنفيذية. هذا يأتي تماشيا مع توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبد الملك. كما ناقش اللقاء التشاوري عملية حصر المنظمات العاملة في الميدان وضرورة رفع تقرير يتضمن كافة التدخلات. المنظمة الدولية حقيقة عملت في السنوات السابقة بدون وجود مؤسسات دولة، لذلك هي اليوم لا تتقبل وجود أي مؤسسة، لكن مع ذلك نحن نعمل معها ونحاول جاهدين أنه نقيم عملها ونقوم العمل وإن شاء الله نصل إلى نتائج. اللقاء الذي اختتم عمله اليوم ناقش اللائحة التنفيذية الخاصة بالوحدة، وبهذا الخصوص أكد السعدي ضرورة الالتزام بالآليات وتحديد المهام كلا وفق مسؤوليته. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.